السلام عليكم مشاهدينا ومتابعينا اينما كنتم. حلقه جديده من برنامج ايام الناس، راح نكون وياكم اليوم من منطقه العلاوي وبالتحديد من سوق الزرملي. راح نشوف الناس وتضامنهم مع الشعب الفلسطيني، خصوصا انه دا يتعرض لحرب غير شريفه من قبل الكيان الصهيوني، اللي طالما انه من سنوات هاي الحرب قائمه، لكن انه ان شاء الله النصر والفرج قريب للشعب الفلسطيني، والقضيه يعني قضية العرب بشكل عام وقضية المسلمين أيضا بشكل أو بآخر، لطالما أنه الشعب الفلسطيني ناضل وقاتل من أجل استعادة أرضه من قبل الكيان الصهيوني الغاشم، اللي نتمنى أنه النصر إن شاء الله قريب للشعب الفلسطيني. راح نشوف الناس ونشوف تضامنهم كشعب عراقي اتجاه الشعب الفلسطيني. خليكم ويانا. شلونك حبيبي؟ حبيبي شلون اخبارك؟ الله يخليك. اسمك كريم. حيدر. حيدر، احنا اليوم كشعب عراقي مشهودتنا صولات الحرب، مشهودتنا المواقف، يعني شنو موقفنا تجاه ما يمر به الشعب الفلسطيني؟ يعني تجاه ما الشعب الفلسطيني، يعني هاي ازمه، هاي صار لها سنين زين من اجدادنا وقبل، يعني هو بيناتهم حرب، الاسرائيل يريدون غزه. زين، احنا اليوم كتضامن شلون لازم ندعم الشعب الفلسطيني؟ الشعب العراقي هو كله يوقف، يعني وقفت اخو اخ لاخو. اي فعلا، بس هي يعني تبقى يعني الشعب ما حد يسنده، الشعب الفلسطيني يعني اليوم احنا اليوم الشعب العراقي لما يطلع وحده، ما حد يسنده من عافيه. نريد انه وقفه العرب بشكل عام، مو فقط العراقي، احنا ما حد يوقف. والدليل احنا ثلاث سنوات حرب ويا داعش، ما حد من الدول العربيه طبق ويانا. بس هي مشكله فعلا، يعني كلام حيدر صح، احنا ما شفنا ذيك المواقف اللي تشفي القلب من مرينا بالحرب مع داعش، لكن مع ذلك احنا اليوم ما نقبلها لا على نفسنا ولا على اي شعب ثاني انه يمر بهاي المعاناه اللي جايه تمر بها غزه. طبعا خصوصا انه احنا العرب يعني المفروض نكون ايد واحده. زين، شو تبيع؟ ابيع مخضر. شلون السوق؟ والله السوق تعبان، يعني بسبب ارتفاع الاسعار. دولار يعني؟ لا مو دولار. ما يخلون يطببون السيراد، السيراد ساديها، بس زرع عراقي، والزرع العراقي كله غالي. الزرع العراقي يعني غالي. الطماطه وبالذات الطماطه، يعني الطماطه هي اليوم هي من جملتها بلف. من جملتها بلف، ليش بعتها؟ بلف. هم بلف؟ ايه، ما تنباع، فوق الالف ما تنباع. وبلف يعني مو الطماطه ذيك النظافه. كل شيء بيها. بس شو اسوي؟ يعني هسه انا جايب 50 كيلو طماطه، صفن 45. 45. هاي الطماطه خسر، يعني بالوجه خسرت. بس احنا نقول الحمد لله والشكر، طالع مصرفنا، علاقتنا، ما نعتاز احد ان شاء الله. يلا بالتوفيق ان شاء الله حيدر. شلونك حبيبي؟ شو اخبارك؟ شلون اخبارك؟ الله يحفظك. ان شاء الله بخير. الله يخليك. هاي المهنه بالضبط، اريد اعرف صعوباتها وتحدياتها. ما بيها صعوبه. ابد؟ ابد ما بيها صعوبه. بيها فن؟ كلها فن. كلها فن. شلون بالله فن؟ الزخارف لو؟ كلها فن، الخياطه كلها فن، كلها قياسات وكلها بالسانتيم بالنينه. كلها فن، كلها قياسات. شو صار لك بهاي المهنه؟ هاي متوارثه اني من والدي وعوامي واجدادي. حلو. يعني انا من الف اول ما اشتغلت 1996. 96 بديت فيها؟ بديت فيها. زين، اجدادك وعمامك؟ اجدادي كلهم هنا كانوا قدامه. قدامه؟ قدامه. حلو. يعني انا وعدت نفسي على الدنيا، لقيت اهلي عمامي وابوي كلهم خياطين. هذا سوق عيسى يمكن عندنا 14 محل 13 محل هنا. بس خياطين؟ بس عمامي. والدي. تربيعي؟ أنا تميمي. تميمي، مو أكثر شيء خياطين ربعين سنة. لا تميمي. تميمي؟ تميمي. زين، بما أنه أنتم هنا صار عمر. إي قدامه. وأربع 14 مع 13 الله يزيدها إن شاء الله. إي قدامه قدامه. أريد أعرف أنه شنو اللي يميزكم عن غيركم؟ إحنا؟ إي.
احنا خياطين عسكري يعني نقول احنا من التسعين. من التسعين تخيطون عسكري؟ عسكري. زين. وبالعسكري تدري شغل العسكري يعني مو ياهلي كان يضبطه. ليش؟ بيه هواي فنيات. هسه مثل المدني ما بيجوب هنا. زين. ابي كتافيات. زين. ما بي ياخه. هذا العسكري بي كلهم. بي ذني كلهم. زين. بي هواي شغلات. خاصة هسه هذا الجاهز طبلنا احنا صح اثر على شغلنا بس مو ذاك التأثير القوي. لان احنا باقين اهل الجماعة العسكرية الفصالات باقين نفصل ناخذ قياس وشو مثل ما تقول نجيبها قالب. ليش ما فتحتوا معمل؟ ليش منو قال لك ما عندنا معامل؟ عندكم معامل؟ عندنا معامل ما شاء الله بشارع رشيد موجودة. اي موجودة هم مع العسكري. بس عسكري. بس عسكري. باختصاص بس عسكري. يعني انتم السوق طاب من عليه بس عسكري. اي قال ماخذينها لكم. اي بالخيام عندنا محلات موجوده بعد. موجوده بالخيام. زين الجلد غير الجلد تشتغلوا لو بدا ينقرض؟ لا بدا ينقرض. احنا ما نشتغل ما اشتغلتوا ما اشتغلنا بالجلد بس بدلات عسكريه. بس بدلات عسكريه. بس بدلات عسكريه. زين ليش انه صعبات مثلا قاطر هم صعب ستر هم صعبه. اي بس مو مثل البدله العسكريه بيها هواي بيها مثل الجوبه هنا فقط ما بيجوب فعلا دن الكتافيات دن الجوبه المقلمه جوبه هنا بقصات بالظهر زين وبرتبه بي هواي يعني هواي شغلات بي واللي يجي بالعسكري يقول لك انا اريد شغلتي سريعه زين انا عندي التحاق امري مو بيدي قد تطول بها البدله؟ احنا نعطي موعد اسبوع على البدله الوحده على البدله الوحده 10 ايام اسبوع بس تعدك جاهز عندي جاهز وعلى القياسات وعلى القياسات زين انا انتابني الفضول على هاي الموجودات هنا شنو هاي؟ هاي ماكينه مال تطريز مال ايش؟ مال تطريز طرز؟ طرز رتب اي بس الرتب المطرز على الباج يعني يجي يظهر باجه العسكري زين يلا ننطيه رتب ليش؟ ما نطب جوا القانون وممنوع يعني شخص على القانون هذا الموضوع اي هذا من ضمن سياقاتكم القانونيه تمشون بهذا الاجراء اي احنا مبلغين بهذا الموضوع كل الخياطين كل بس العسكريين بس العسكري تحاسبون على هذا الموضوع؟ تحاسب عليها والله ممنوع زين مو اكو جاهزات؟ اكو جاهزات بس الخياط ما يجي ما يطب جوا القانون ما يطب جواب ما يقول لك انا بالنسبه لي يجيني ضابط عسكري اخذ باجر زين ويشوف شنو رتبته ووطي زين انا اريد اسالك سؤال جو. انه احنا اليوم كشعب غيور صح معروف مع مشهودتنا صح لو مو صح, صح. الشعب العراقي معروف ابو غيره صح انه شنو واجبنا اليوم اتجاه الشعب الفلسطيني او القضيه الفلسطينيه احنا لازم خصوصا انه اللي جاي نشوفه ما مستحيل هاي الجرائم اللي جاي ارتكبها الكيان الصهيوني صح ما ترضى اي بشر تدري احنا ناس يعني الطبقه مالتنا مستضعفه زين احنا صحن ثاني فتوى من السيد علي السيستاني الله يحفظه بس احنا ما عندنا غير بس الدعاء لهم واذا صارت فتوى اذا صارت فتوى كل احنا نروح الله ما شاء الله كل احنا نروح ما شاء الله اني واخوتي ولد عمي واحنا اعطينا شهداء واعطينا ضحايا زين الله يرحمهم بمال الموصل وبمال الانبار عندي خاله مستشهد بمال الانبار بالبكريه الى رحمه الله وعندي ابن عمي هم مستشهد بالموصل زين يداوم بالعمليات وعندي ابن عمي صوب 4 مرات هم بالعمليات بالموصل الله يرحمه ان شاء الله زين ونضحي زين احنا هاي الفيديوهات الجاي تشوفها هسه ما يعني شلون لا صدق والله شلون جاي تتقبلها انه تشوف هاي الفيديوهات لا تمرد القلب صراحه يعني العرب معقوله هيك موقفهم بارد مصالح عندهم كل من ومصالح كل من مصالح احنا ناس فقره ما عندنا عندنا بس رضا رب العالمين لا ان شاء الله رضا رب العالمين صحيح ان شاء الله اتمنى لك التوفيق الله يحفظك حجينا شلونك الله يخليك زملة هذا شو اخبارك؟ الحمد لله زين؟ الحمد اليوم لله. جاي تفصل؟ اشتغل كان والله جبت الصدريه مال البنيه الصغيره الله يخليها يا صاح والله ثالث ابتدائي هو تعرف انه الموسم بدا الدراسي ولازم القرطاسيه القرطاسيه والله تعبانه والسداري والخطوط ايش تسوي؟ هاي سنه الحياه هي انت بعد من صار عندك اولاد ما تعيش الروح احنا نخلص اولادنا يخلصون اولادنا كلها تمشي على زين وسوى عسكر ليش جيت يمك؟ هو صاحبي ها ما اقدر اعوفه من زمان هم تدري انا عندي معاناه باثنين يعني صعوبه تغيرهم الخياط والحلاق يعني مو بس انا طبعاً. الحمد لله والشكر انتم هذا هم يعني طبعا ليش؟ ما هسه مثق؟ مو ما اثق ها
وانما يعني انا متعود على هسه نجيب الشغله يمه اذبها واروح. تعرفه شلون يشتغل لك وهو عارفك شو تريد انت؟ يعرفني بس احكي له واحد اثنين انتهى الموضوع. الحلاق مالتي كذلك. بس تقعد ويا زينب. لا كف ولا لام. حلو. زين. خلينا نحكي بالقضيه الفلسطينيه. والله شلون لازم ندعم؟ الفلسطينيه مو من هسه، من قبل. بس الشعب العراقي ترى ابو وقفه. والنعم منه. من قبل مو هسه. فعلا. ابو وقفه. بس ما حد يسانده. كشعب ما حد يسانده؟ كعرب. كعرب. يعني هسه اليوم اذا طلع يطلع بس العراق. يطلع صدق. بقية ما يطلعون؟ يطلعون. شفت لك احد طلع؟ انا اقول اللي صار ويانا احنا حتى ويا داعش ما شفنا موقف مشرف من العرب. صح لو مو صح. شفت لك دول عربيه طلعت ساندت؟ ما حد ساندنا بذاك الوقت، لكن لحد الان مواقف خجوله. يعني ما شفت انه المفروض قوافل، سناد، اذا عسكري، اذا مدني، اذا يعني هسه اليوم القوافل وصلت يجوز من العراق ووجه محمد الشاع السيد محمد الشاع السودان لدوله رئيس الوزراء. بس هذا مو كافي، اللي جاي نشوف الحصار، مي ماكو، اكل ماكو، كهرباء ماكو، اطفال جاي تموت. طبعا طبعا يعني هاي صارت بينا، احنا صارت بينا. عشناها لان متعودين. الشعب مالنا صار بينا. الجنازه منها فادت من يمنا. احنا هاي صارت بينا، فاحنا نحس بمعاناه الاخرين. انما اكو عرب مع الاسف هم عرب. اي أيوة والله، والله العظيم هي هاي الحكايه، اكو عرب مع الاسف هم عرب. يعني محسوبين علينا عرب. مو مع الاسف هذا النوب يعني لا تقدر تتبرى منه ولا يجيب لك التايهه عليك. مثل ما يقول هي محسوب عليك يعني محسوب عليك. انما العراقي هسه لو تخليه بالنار اول واحد يطب. صح. اول واحد يطب العراقي. اي أيوة والله. اكثر من داعش واكثر من الامريكان. زين اذا استوجب الامر تروح؟ اروح اني واخوتي واهلي واحنا مطينا. اقل بيت مطينا شهيدين ثلاثه. يعني اذا اضطر الامر تروح؟ روح تروح. والله العظيم العراقيين انا متاكد انه كلهم يطلعون. كنا نروح. كبير وصغير؟ كنا نروح انا ولدنا ولد ولدنا وكل شيء كل شيء. شعب ابو موقف. انت اسالك سؤال؟ ايه اسالني سؤال. اسالك سؤال. انت من طب داعش. ايه. ووصل لمراحل قويه راح يوصل لحدود بغداد. وصل بغداد. من كان يتوقع يطلع داعش؟ العقيدة أقوى منه. العالم كله ما متوقع. خلاص العراق سقط راح يسقط. سقط. عقيدة أقوى من عنده جت سوت طلعت داعش ومحتها عن العراق كله مسحت العالم. العالم. صح. فعلا وهذا انتصار. انتصار كلش قوي. نعم. انتصار يرجع أول شيء للمرجع سيد علي السيستاني. فعلا الله صح. يوم الفتوى مالته هو. فعلا. كان احنا ما قعدنا هسه. والله صحيح. صح. صحيح. وهاي شغلة، الشغلة الثانية خليها ببالك سيد علي السيستاني لا اسرائيل ولا امريكا اذا يطي يسوي المعجزات. فعلا. معجزات يسوي. والله صحيح. اكو هسه عالم هواي نايمه. هواي نايمه ثانيه كلمه من عنده. ثانيه شارع. شارع. اي والله. اكبر صلاه جمعه بالعالم صارت هاي صلاه الجمعه. فعلا. صح؟ صح. وثلاث ارباع العالم طلعت ترى يعني على ثلاث النخوه. فعلا النخوه. صح. هي نقطه ترى. ايه. نقطه هنا. هي هاي كل العالم رحت. انا من الستينات. انا واصدقائي ومنطقتي كنا رحنا. كل احنا صح. هي الغيره الانسان ترى بدون غيره ما يسوى. يذبحونهم قبل يذبحونهم هذا بشر بشر. اطفال اما اطفال جاي تموت اطفال. بشر. الله ولا احد. انا اتمنى لكم التوفيق. الله يخليك. ان شاء الله يا رب ويحفظكم. يحفظ الجميع ان شاء الله ويحفظ العراق. يلا ان شاء الله نشوفك بمعمل بعد اكبر. ان شاء الله شرفنا بك. الله يخليك حي انت الشرف. وبالتاكيد يعني مثل ما قالوا الاخوان انه احنا مشهودتنا يعني الميادين المعارك الحروب وفعلا ناس متانية اشاره منتظره اشاره لان اللي جاي نشوفه بالمقاطع الفيديو اللي جاي يصدر بالاعلام مستحيل واحد يتقبله يعني لا من باب انساني لا من باب عقائدي لا من باب وطني من جميع الابواب وعلى جميع الاصعده انه هذا الموضوع ما حد يتقبله. الاطفال العراقيين هسه اذا نسالهم هم تلقى عند هاي الغيره ومستعد يروح، بس العتب والله العظيم كل العتب على بعض الدول المطبعه، على بعض الدول العربيه اللي لغايه الان ما عندها موقف اتجاه القضيه الفلسطينيه. تواصلنا وياكم خليك معنا. We'll be right back.
فلسطين حرة وراح تبقى حرة. فلسطين مو بس بدمنا، بكل مكان، وإن شاء الله بوجود العرب الغيارة والناس الشرفاء راح تبقى حرة فلسطين. وعلى شلونك عمو؟ والله على الله يما. شلون اخبارك؟ والله الحمد لله. انا قبل سنتين ما ادري ثلاثه التقيت بيك، قلت لي مريض وجلطه، شلون صرت؟ والله يما الله الحمد لله. شلون وضعك هسه؟ زين هيك اطلع اقوم وضعي. شلون عندك بسطيه هنا يمكن؟ يا عربانة يا معزل اليوم؟ اي توي جيت هسه. هسه جيت؟ تو هسه. وحد من تعزل؟ اقعد ل 12 بالليل. والحركه زينه يعني هسه تبدي لو العصر؟ والله هيك العصر هاي العمال اللي سوريين مصريين بنغلاديش هذا ياخذ له منطلون هذا ياخذ له قميص. زين ابو علاء بدي اسالك اليوم على القضيه الفلسطينيه كعرب، شلون نساند هذا الشعب الفلسطيني المناضل؟ هو هذه العرب لو تتوحد يصير خوش بيهم، بس هم ما متوحدين، ناس مع اسرائيل وناس على اسرائيل. زين هي هاي الشغله هاي، يعني يحتاج العرب يتكاتفون، من لازم يوحدون، من لازم يتكاتفون وهاي تلموا يتجمعون ويصير قتله واحده. هاي الحاله راح نقضي على اسرائيل، لان اسرائيل هي وراها دول عظمى معاها، كلها معاها. زين بريطانيا فرنسا المان كلهم تبع ناس مله تبع مله، يعني هاي المله تتبع بعض. شلون احنا نقول مسلمين نتبع بعض؟ هم نفس الشيء، يعني ما يعرفوهم ترى اسرائيل ما يعرفوها بالراحه، ما يعرفوها. لا نعم الا في حالنا هاي ثلاث حروب تصير اسرائيل ما تنقضي. ثلاث حروب الا في حال نتوحد العرب، الا يتوحدوا العرب يلا قعدوهم وكلهم كاره قعدوهم، قولهم عمي لا تقعدوا لا تطلعوا. زين انت هسه شلونك؟ تمام والله الحمد لله. شلونك؟ شلونك؟ الله يبارك فيك. شو اخبارك؟ شلونك يا ابو؟ عندك مناشده؟ انا والله عندي مناشده، انا الامير عبد اللطيف محمد ابراهيم الطايف اسكن دار المسنين في الصيف. انا ناشدت رئيس الوزراء برمضان جانا للدار على اساس يدزني بنتي اشوفها بها سرطان، فما ما حصلت اي نتيجه. هسه بنتي تموت على فراش الموت، وانا ساكن دار المسنين، لا فلس لا بارك وش ما عندي. هي وين هسه؟ هي فنلندا، واني مستعد اروح على حسابي الخاص، بس مجرد يحصلوني الفيزا، جوازي نافذ، عندي فلوس، بس اريد اوصل لفنلندا اشوف بنتي قبل ما تموت. الله يخليك. هسه تحتاج الفيزا؟ انا بس فيزا، لان ما يعطون للعراقيين فيزا. زين زوجتي واولادي كلهم عندهم جوازات فنلنديه، انا جوازي عراقي، فاناشد دوله رئيس الوزراء المحترم، اناشد دوله رئيس مجلس النواب المحترم، اناشد وزير الخارجيه المحترم. زين. بس يحصلوا لي فيزا اشوف بنتي قبل ما تموت. الله يخليك. كل شيء ما اريد اني، وانا ساكن دار المسنين في الصليخ. شو اسمك عمو؟ شو اسمك؟ انا الامير عبد اللطيف محمد رحيم الطاي، عمري 62. يا دار ساكن؟ دار المسنين في دار العطاء. وين تصير؟ في الصليخ. في الصليخ. وهسه تروح هناك تبات وتروح؟ وين اروح لعد؟ جوازك نافذ؟ نافذ 28. يعني يحتاج لك جواز؟ لا يحتاج لي بس فيزا اروح على حسابي الخاص. على حسابك؟ على حسابي الخاص. يعني انت فلوس عندك؟ فلوس عندي. زين. بس اريد فيزا. مناشدة رئيس الوزراء يسألوني أمري أشوف بنتي قبل ما تموت. إيش صار لها؟ بنتي طيبة عيون خطية. إيش صار لها بهذا المرض؟ إن شاء الله تقضى عليه بحق الحسن. صار 8 سنوات. صار 8 سنوات تعاني؟ إي. وهسه وضعها أحسن؟ يعني مو بتحسن. بس أريد أشوفها قبل ما تموت. الله يخليك. إن شاء الله صوتك واصل، ونتمنى أنه من وزير الخارجية، من الناس اللي معنية بهذا الموضوع. هي قضية إنسانية، وبالتالي أدري بيكم، يعني هو موضوع سهل وما يحتاج، لكن يوم المناشدة وصلت وبيكم الخير والبركة إن شاء الله بتسهيل إجراءات الحاج هنا، أنه فقط يريد فيزا الفنلندا في سبيل يشوف بنته، يعني وهي بهذا الوضع الصعب، فلوس عنده، جواز عنده، ما يحتاج فقط بس فيزا.
فنتمنى انه ان شاء الله الرساله تكون واصله لجنابكم والى حضراتكم. دوله رئيس مجلس النواب، دوله رئيس الوزراء، وصل بس بالتياري اشوفه ان شاء الله عمو تشوفها. وانا متاكد انه الخيرين قضيتك سهله مو صعبه. انا عندي فلوس ما محتاج، يعني صح دار المسلمين ما عندي اهل، فاقد بنتي، فاقد ابني، فاقد زوجتي، صار لي 8 سنوات ما شايفهم، بس اريد اشوفهم يعني قبل ما يموت، قبل ما تموت بنتي. ان شاء الله صوتك واصل، وان شاء الله يا ربي اللي موجودين الناس ما يقصرون. الله يخليك. شكرا جزيلا عمو. نعم مشاهد كرام، متواصلين وياكم، خليكم معنا. حجيت عنده مناشدة، اريد اناشد. شنو المناشد؟ والله انا عندي علاج شهري بالشهر 135، وانا اموري تعبانة. زين. اموري حيل تعبانة، وتمنيت اهل الخير يزوروني ويشوفون حالتي. فانا اريد انه من اهل الخير الطيبين، ولد الخير هواية. زين. اي. فالمساهمة الله ينطون. زين. مو الواقف. زين. لا. فأنا أموري تعبانة. زين تشبيك يعني العلاج مال شنو؟ العلاج مالي عندي سكر. ايه؟ وعندي عجز. عجز. ها عجز. ايه؟ وعندي ريكو، هذول ريكو. زين. هاي هاي موجودة التحاليل كلها. زين تقاعد عندك؟ لا. تقاعد ما عندك؟ ما عندي. راتب ما عندك؟ ما عندي. ايوه. أي شغل ماك؟ بس عندي طلع لي رعاية. رعاية اجتماعية؟ أي رعاية اجتماعية. ايه؟ هذا الشهر طوني. ايش قد استلم؟ 120 ألف دينار. كل شهر 120؟ اي. زين عندك احد وياك بالبيت؟ بس ابني والحجيه ما تعبانه حيل. زوجتك؟ اي. زين ايش بيهم؟ ها؟ ابنك ايش بيه؟ والله ابني رجليه مكسره، ضربته سياره. قبل ايش قد؟ قبل حوالي 5 أشهر 6 أشهر. زين ما صار زين؟ لا. 5 أشهر ما صار والله زين؟ والله والله عمليات 2 3 هذول. وهسه قاعد من الشغل؟ وهسه قاعد نايم. قاعد بالبيت؟ اي نايم بالفراش. لا شغل ولا لا عمل. شغل ولا عمل. ولحد من راح يبقى نايم؟ ها؟ لحد من راح يبقى نايم؟ والله ما ادري. يعني ما ادري. هسه يمشي الى يطلع يمشي على العكازه. اه. اي. زين. يعني اللي تحتاجه هسه من الناس انه اي شيء مثلا متقصر وياك؟ اي. وين ساكن؟ ساكن وين؟ سكرج مال شيخ معروف. اي. محله 220. زقاق 14 دار 9. هو ما قاعد بإيجار؟ ايوه إيجار والله. إيجار قاعد؟ اي. شو صار لك بالإيجار؟ والله صار لي تقريبا 2 سنين. 2 سنين بالإيجار؟ ايه. قبلها وين كنت؟ كنت ببيت مع الحواسم بالدورة. اي. وإجا هذا المستثمر شايل العالم. يعني شلت من البيت مع الحواسم؟ اي، إجيت إيجار. قعدت هنا بالإيجار؟ اي. وشلون جاي تسدد إيجارك؟ والله الطيبين هواية. يعني هسه تجارك ايش قد؟ 200. 200 وانت ذا راتبك 120. ايه. وما حد يشتغل بالعائله. ما عندي والله. انت حتى سد بسد ما جاي. ما عندي. ايه الله يعني. موجود. اقول الله موجود. ان شاء الله الله موجود. وان شاء الله ولد الحلال ما يقصرون. ايه. هسه زين انت عندك رعايه طلعت. ايه. الرعايه بجدي طلعت؟ ايه. ايش صار لها من طلعت؟ هذا الشهر. الشهر الاول هذا. ايه. يلا ان شاء الله ان شاء الله تزيد. الله وصوتك واصل ان شاء الله. الله يعني. شكرا جزيلا عمو. الله. شكرا جزيلا الله يخليك. موقف 7:30. 7:30. 7:30. المفروض تطلع ب 7:30. يعني ايش قد بلف؟ 4 بلف. 7:30. 4 بلف. هم العراقيين عباره عن بس بيض ياكل. بس بيض. اي. ليش؟ افتح السيراد. ليش يصعب؟ افتح السيراد هسه ينزل بيض. زين؟ افتح السيراد يا اخي.
يعني على الفقير ما يقدر ياكل والله. سرد تبيض الفقير ما اقدر ما اقدر. جي صالك بالعيال؟ ما صار لي 25 سنه 30. هذا على سعر شهدت الطبقه؟ لا كان رخيص ينزل بالشتاء. هسه على شيء يعني وصل؟ اي على شيء والله. على شيء بسبعه صار؟ بسبعه. ما 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 صار بسبعه ونص قبل. لا هو صار فوق الشهرين ثلاثه. اي يعني هذا على شيء ما وصل 8 و9. لا لا ما وصل. وهالعود بالشتاء؟ بالشتاء المفروض ينزل بالشتاء، هم يعرفون البيض كل زين. بالشتاء ينزل. ليش؟ يصير الصندوق ب 30 35 يقدر فخير تطيه. زين زين كله تاكل بيض هسه ما بس زنقيدك. والحل هسه شنو؟ ما الا يفتح الاستيراد السوداني. منين استورد؟ يستورد من تركيا من ايران من مكان. هسه المستورد بيش الطبقه مالته هسه اذا ينزل مستورد يصير فلس ونص. اه والله هو العراق احسن. مو احسن بالعكس ذاك زين كل زين. الابيض قصدك؟ زين الايراني كلش طيب. اي زين تركي كلش طيب. بيش طبقه مالته؟ فلس ونص هسه باكر اذا قال اليوم باكر افتح الاستيراد شوف هاي اذا مو ب 3000 انا هو المستورد بيش جاي يجي ما اعرف ماكو مستورد. ايش قصار له ماكو مستورد؟ ماكو هو من انقطع المستورد هذا صار ايش قصار له تقريبا مقطوع؟ وصل تقريبا 3 اشهر 4 3 اشهر. اي هو صار على 7 يعني شنو لزقته بالسبعه؟ زين ما تحس جشع هذا من التجار استغلال؟ طبعا يستغل تاجر يستغل. اي المفروض يعني انه الجهات تحاسب التاجر. تعال بليش تصعد معليش تحاسب التاجر طب المستورد هسه احنا هذا ينزل احنا هسه من باب نقول انه المستورد ما يريده ما يقدرون خلينا ندعم المنتج الوطني زين انت ابو المنتج الوطني التاجر ما يريده طبعا ما يريده اي ما يريده ما تصرف سوى له فائده كل صندوق ب 5000 6000 اذا باع له فد 1000 صندوق هسه يوم ايش قد باي؟ ها؟ يوم ايش قد باي؟ صندوق ما مكمل والله اه صندوق ما مكمل؟ صندوق ما مكمل ها والله العظيم يا لان غالي كرتون اي كرتون وحده وشنو انت تشقد تصرف؟ 70 صندوق قليل باليوم باليوم هسه وحده ماكو زين هسه وحده والله العظيم ماكو وهاي من الصبح؟ اي والله العظيم من الساعه بالاربعه العصر؟ الصبح الصبح؟ اي والله تعالي باكر الساعه بالاربعه تقعد هنا زين ولحد الان بس ساعات عزيز بعد على ما يخلصن ياهو ب 12؟ لا لا بالليل؟ لا تقريبا 9 هيك 9 اي ما خلصن شلون؟ بيتين الصبح ابيع بيتين الصبح اي شيء غالي لو رخيص ذاك خلص كل ياكل فقير ياكل مشكله هاي يعني هي مشكله الفقير انا ما احكي على العدم انا ما عندي يعني هو الفقير ده ياكل بس بيض صحيح لحم ما يقدر يشتري سمك ما يقدر يشتري وهم غاليين دجاج ما يقدر يشتري حتى البيض بعد حتى البيض قطع حتى البيض قطع انقطع من عنده هو ما ماكل ما ماكل خله يموت من الجوع يعني هو السوداني زين يقدر يسر شغله حكايه من عنده وحده بس يقول افتح السيرات هسه هاي الطبقه بثلاثه بس هذا التصريح هاي كل شيء ما حتى اذا ما يستورد حتى لو ما يستورد بس يقول باكر اذا مو بثلاثه انا كل شيء ما يعني الدولار ما له علاقه لا ما له شغل الدولار ما له شغل الدولار ابد تعال انت بالله لا 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 انا لابس احكي لي مع الطماطه ليش قلت من ورا الطماطه مو بقال ايش فيها الطماطه؟ هم سدوا الاستيراد وبيش هسه الطماطه؟ بلف بس تعال شوي تقدم لي ما تطلع بلف دينار كيلو بلف؟ اي هي بالعلوه بلف نبيعها بلف ليش؟ أنا من الساعة بديتها ويا صاحبكم هم نفس الشيء، قال نبيعها بفلوسها بلف. إي بفلوسها. ليش بلف؟ إي شو تسوي العالم ما تجيب؟ إيش تاكل العالم والله؟ هاي الفواكه ما حد يشتريها الفقير. ليش؟ كله مستورد. هم مستورد. حلو يحكي لك على الدولار. مو زين المستورد. المستورد زين درجة أولى بس يحكي لك شنو يحكي لك على الدولار؟ الدولار صعد، الدولار إحنا شنو شغل بالدولار؟ إحنا نشتغل كله بالآلاف. بس التجار يستورد، التاجر يستورد بالدولار. أيوه بوك؟ بوك. إي التاجر يبوك. زين هسه عندنا مثلا استيراد محل شنو هنا المنتج مالك؟ عندنا محل التمر مالتنا العالم تاكل تمر ب 5000 برحي بالعلوه ب 3000 3.5 البرح بخمسه؟ اي ها والله البرتقال بيش؟ البرتقال ب 2000 يعني يجي هذا واحد يوم يده 15 20000 يشتري محضر ما يكفي عمي نص كيلو نص كيلو ما يكفي يعني هالاسعار مو منطقيه اي اي مو منطقيه الاسعار يعني ميسر اي هسه احنا سوقنا تعبان من ورا الاسعار والحل؟ الحل ماكو هو خلي يفتح الاستيراد يفتح الطماطه يفتح كل شيء يلا واصله ان شاء الله احنا بالتالي دائما ما نقول نشجع على المنتج المحلي تعال صديق هنا نشجع على المنتج المحلي لكن بالتالي اليوم الناس مثل ما تشوفون يعني الاستغلال والجشع من قبل التجار اللي موجودين هنا شهد ارتفاع عالي فاحنا مثل ما ندعم المنتج الوطني ونقول نقاطع الاستيراد يعني هالله هالله بالناس التجار الموجودين ايش دعوه عليكم يعني طبقه البيض ب 7.5 ليش؟ ليش؟ الطماطه بلف احنا غير محليات ذنا هسه اخوها ما مكلفاتنا لا لا نقل ولا صرف ولا مو لو مو هي المشكله
هنا المشكله. اي لو مكلف زين قول ما يخلي صاعد، بس هي منه وبيه زين وين صاعده؟ طرقاعه والله. يلا نعم مشاهد كرام، تواصلنا وياكم، خليكم معنا. شيخنا الله يساعدك. الله يساعدك حبيبي. الحمد لله. حياك الله. الله يحفظك. منين نبدي؟ كيف؟ بلي عزبك. شنو أكثر شيء مضوجك تايل؟ أنا ما ضايق الحمد لله وشكرا والله. زين. والنعيب زماننا والعيب فينا. والعيب فينا صحيح. ولا لزماننا عيب سوانا. والله العظيم صحيح. يعني البشر يجب أن يتعاونون ويتساعدون ويتكاتفون. صح. الله سبحانه وتعالى واتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. مو صح والله صح. فالتعاون يجب على كل مسلم ان يعاون اخوه وينصر المظلوم. زين. اليوم البلد مظلوم. صح. والدوله اللي تقودك هي في ركاب يعني معروف. زين. والناس اللي عندهم يعني وطنيه يبتعدون عن السياسه وعن اشياء تخدم الوطن. هسه احنا خلينا نسولف قريب عن مواطن. يا المواطن السوق غالي اليوم. السوق غير الدولار اللي الناس قاعدة تهربه. يعني طبقة البيض بسبعة ونص، الطماطم بألف. هذا مو مهم، المهم شوف المهم الخبزة. الدولة قاعدة توفر الكمية. زين. اي البيضة وغيرها هاي كلها اشياء ثانوية. زين. عرفت له لا؟ زين. الدولة إذا تعطي للموظف بالدولار راح ينزل السوق غصبا عليه. يعني اللي راتبه 700,000 عرفت؟ ايش قد تصرفهم اليوم 163؟ صحيح. اذا تستلم بالدولار راح ما تخسر انت. بالعكس راح السوق ينزل وهذا فد شيء يعني هم بس تخلي الدولار يستفعل عليك هيك. لا بالعكس الدولار هو عمله يعني عامه مو خاصه. يعني احنا الدينار مالنا مثل ما قال انه يوزعون رواتب بالدولار. اي بالدولار. يعني هذا يخفض السوق غصبا عليه يرضى واللي ما يرضى. وراتبك انت ما قاعد ما تخسر. وشريحة المتقاعدين يعني يجب إنصافهم. هواي ناس متقاعدين تأخذ 250 و300 يشتري به ما يكمل لنا شهر وراء إيجار وراء مريض. والله صح. عرفت له لا. إحنا الناشد الأخ السوداني وهو ابن العمارة وإنسان محترم ومن عائلة معروفة أن ينصف المتقاعدين، لأن المتقاعد هو إنسان ضحى عمره 40 سنة رفض خدم البلد ماله. هذا اللي ناجده. ان شاء الله صوتك واصل. والحمد لله اشكرك انا. الله يحفظ الجميع. ربي يوفقك ان شاء الله. ممنون. شكرا جزيلا. شلونك حبيبي؟ هلا حبيبي شلون احوالك؟ شلون اخبارك؟ شلون امورك؟ شدك مناشده؟ مناشده اني على راسي اسوي شيء يتيم الاب والام. اي. اخوش. الله يرحم اهلك. رحم الله والديك. انا اناشد رئيس الوزراء لو يسووا لي حل لو اقطع من الطريق يعني. يا بس اعصابك بس وقفني. لا مو انا شو شويه من نفسي تعبانه او شنو الحل اللي تريد؟ انا اقول لك انا من الديوانيه. وقاعد ويا اخوي اجار بشقه يعني. شلون؟ قاعد ويا اخوي. قاعد ويا اخوك؟ اي ماجر بشقه. اي خوش. اخوي شحتنا بعد هم يتحمل باشا ابوي يتزوج هو صار يعني فما ظلوا يا صار له غلط يعني. زين. اي صار ما عنده حل يعني اظل بالشارع شلون؟ لا بيت عندي لا مستقبل يعني لا اصحاب لا دراسه لا قرار لا كتاب. تخرج؟ لا داوم ولا قرار ولا كتاب كل شيء ماكو. وشو تريد هسه؟ تعيين اسوي دراسي يعني. زي ما قدمت على الجيش؟ ما قدمت. ليش؟ شباب هسه راح الفلسطين وما رحت انا مخاطر يعني. ليش ما قدمت على الجيش؟ يعني على روحي يعني حبيبي. شاب شنو؟ شاب خاف على روحي يعني. خاف على روحي. اي بس العيشه بحد ذاتها جهاد. على صحيح صحيح. يعني كل شغل بجهاد. صحيح. هذول يدامون، ناس يلتحقون، ناس بالجيش، ناس بالشرطه. هذول ما يخافون على روحهم وانت تخاف على روحك؟ ها؟ هذول ما يخافون على روحهم وانت تخاف على روحك؟
لا صحيح شادي لا صحيح طالعين على عيشتهم وعلى رزقهم او ياك ثاني ثاني هسه جاي يبيع ماي هنا بالعلا وهم ما جاي يبيع ماي يعني ايش سوي يعني احمد الله وش سوي هسه بس قل بالاخير شو تريد ما ليش مزرعة لو يعني يسوي الشباب نهاية حالة خطية يعني زين يعني ما يخالف العاطين عن العمل أنا محشي مهم شاب زين حالي حالهم صار غلط قدمت عليها ما قدمت لا راح أو لا رحت يعني ليش هو خلل بيك مو بالدولة اي صحيح خلل بيك اي صح انت هسه المفروض تروح بالرعاية تراجع وتقدم صحيح تقول ما تداوم جيش اي صح تمام ما يقدر اي صحيح روح للرعاية الاجتماعية خليه يخصصوا لك راتب خوش يعني انت هاي الدولة شو تسوي لك مثلا فما تسوي لك قصر وتقعد لا الدولة ما علاقة مفهوم أنا صحيح حكايتك حلوة إيه أنا أشتغل أنا أعتمد على نفسي أنا أسوي حل نفسي صلوا يعني يعني أنت تسوي أنا أشتغل إيه أو أعتمد على نفسي على حكايتك أعتمد على نفسي لا صحيح ما من أحد إيه عندك شيء بعد وبعد سؤال ولا زحمة عليك يلا إيه إحنا شوية ديوانية تعبانة في هم كوبا يعني ديوانية إيه على راسنا ديوانية رحمة الله أول شيء لا جاتوا لنا حتى قناتي يعني ويعني ديوانية شو تعبانة من كوبا أنا أقول لك العفو يعني إيه خوش. إيه لا أعمار بيها لا صناعة لا زراعة هذا اللي ندري بيه وشوية إيه. شوية الأمور مستعدة إيه. إحنا بعد إيه بس هم تعالوا إنهم طبون يعني إن شاء الله نجي تدللون يعني. نجوا تدللون يلا الله يوفقك إن شاء الله نعم مشاهدي الكرام بالتالي إذن يعني إنه ناس كل واحد حاير بضيمة كل واحد حاير بعيشته كل واحد جواك الله هاك شوفهم يعني كل واحد وعنده ضيم خاص بي شلونك عمي هلا هلا عندي اخوي مريض مرض داء النشواني النشواني وهذا المرض علاجه خارج العراق مو من هنا شنو هذا بس وضح لنا هاي الاوراق مالتي لا هو يعني. شنو يعني نوع المرض هذا وهذا وين يصير بالضبط يصير اسهال وينحف الجسم زين. هي. زين هاي هي هاي ايش قصر انه ما لحد الان ما كل شيء ما سوينا اي شيء هاي الفحوصات شنو هسه اخر شيء توصلتوا له اخر شيء توصلنا العلاج عن طريق الوزاره وزارة الصحه زين وبعد ما صرفت العلاج يعني بعد. يعني هسه انت امام وزاره الصحه شو تحب تريد تقول لهم والله ناشدهم بس العلاج يوفرون العلاج وهذا هو مال المرض داء النشواني هذا هو العلاج موجود ما اعرف عاد موجود بالوزاره لا ما موجود انت ما لقيته بالصيدليات لا هو لا ماكو بالعراق بالعراق ماكو من خارج يجي من خارج هذا العلاج يجي من خارج اذا هذا المرض نادر ان شاء الله يكون في شر ان شاء الله ويقوم اقرب وقت انت من بغداد لا من الموصل من الموصل نعم وجاي هنا اخوك وياك لا اخويا ما يقدر يجي بس كملت الفحوصات مالته اذا نوديه للجنه والاربعاء اجي لمدينه الطب يعني على الاربعاء عندك روح مدينه الطب بس انت جاي لبغداد تمشي بالمعامله ايه مشيت المعامله كملتها عدي خلف محمد ابراهيم عدي خلف محمد ابراهيم محمد ايه يم دكتور محمود؟ لا دكتور بال مدينه الطب دكتور حسن علي دكتور حسن علي حسن علي ايه انا اتمنى ان شاء الله يعني صوتك ان شاء الله واصل ان شاء الله أكيد. ان شاء الله اتمنى ان شاء الله انه اخوك يتجاوز هذا بس يتجاوز العلاج وان شاء الله يتوفر العلاج اشكرك شكرا جزيلا نعم شكرا يعني جزيلا النتيجه هي يعني ان شاء الله انا بعد احنا وزاره الصحه بعد مناشدتك وصلت نعم مشاهدي الكرام بالتالي مثل ما قلت انه الناس كل واحد وضيم العراقيين تدخل بالسوق تلقى معاناه للناس الموجودين هم عندهم معاناه ومعاناه ما بعدها معاناه لكن رغم ذلك الحمد لله والشكر انه احنا كعراقيين كبلد بدينا نتعافى شوي شوي هم لازم المواطن يصبر شوي يعني مو كل الاشياء تجي بسهوله ولا كل شيء يجي باستعجال لازم وحده وحده مع ذلك احنا نرجع ونقول انه يا رب ان شاء الله كل شعبنا يعيش بالحياه اللي يستحقها الحياه اللي يستاهلها وبالختام احب اقول انه فلسطين ستبقى حره وفلسطين حره ومثل ما انطانا هذا الخياط هذا الشعار ان شاء الله هذا راح يبقى شعارنا إلى يوم يبعثون هذا إن شاء الله شعار فلسطين حرة راح يبقى دائما نحمله باعتبار أنه فلسطين هي قضيتنا وفلسطين قضية العرب والمسلمين أجمع ختاما تقبلوا تحياتي وتحيات كارد عمل إلى اللقاء.